عليكم، كنتمنى تكونوا مزيانين، تكون اموركم ديما بخير. هاني جيت وجبتكم فيديو جديد كما معوداكم دائما، ويا ربي رفع لنا هذا البلاء، جينا بطاقه ايجابيه ان شاء الله يا ربي، ونتفائلوا بالخير ان شاء الله. اليوم جبتكم طريقه جديده المايونيز. مايونيز كنحتاجوا فيها بيضه وحده والزيت والخل والملح على حسب الذوق اللي بغيتوا ديروها. صحية وكلشي حسن من ديال الزنقة. واحد كان كيخدم في المطاعم كيعرف يعدلها صلاة على النبي. انت كتكبوا الزيت نتوما كتحركوا بيديكم، كل ما كتكبوا الزيت نتوما كتحركوا باش تطلع لكم في يدكم. مع دابا حنا في الحجر الصحي، وهذه انسان يدير حاجه في الدار حسن له يعدل على يده، وكلشي حسن من حاجه مشريه. ما توقفوش يدكم مع الطراب اليدوي كيخدم بها، هانتوما كتشوفوا. هانتوما شتو كي كتولي كتعطى كمية نتوما على حسب اللي عديرو، يعني كل واحد عيد الله. هانتوما شتو كي كتولي، راه باقي ما دار لا خل على الزيت وبيضة وحدة. شحال الكمية كتعطينا؟ ما ديوش على الرشايش. هانتوما شوفو كي كتولي تقيلة، هو باقي عايزيد الزيت. هاهو زاد الزيت، كل ما كنتوما كتكبو الزيت نتوما كتخلطو بيدكم. ديرش على الصداع. وقفوش يديكم، وما ديرولوش الزيت بزاف باش ما تقطع لكمش، على حسب نتوما كتشوفوا عينكم وميزانكم باش ما تقطع لكمش. ما ينسى دابا نديرو شويه ديال الملحه، على حسب اللي بغى يدير يديرها، ما بغاش ما يديرهاش. غنكبو شويه ديال الخل. هانتوما شتو فيه المرورية ديال المايونيز. ايوا حيت هو كان كيخدم في المطاعم كانوا كيعدلوها بيدهم، يعني فهمتوني مكانوش كيشريوها. هي الصراحة من الأحسن تعدل في الدار، أحسن من الأحسن الأحسن. هانتوما شتو هانتوما شتو كي كتجي، مايونيز ديال المنزل صحية وكلشي، عدليناها بيديكم ما شريناها ما حتى شي حاجة، هي قدامكم تعدلت. كنتمنى تعجبكم وتجربوها إن شاء الله. الشكل النهائي هذه مايونيز درنا للهريسة، إلا بغيتو ديرو للهريسة حيت على حسب الساندويتش درناها. هانتوما مايونيز غزالة بحالها بحال ديال الزنقة، وعاد هادي معدلينا على اليد وكلشي. ها نتوما كتشوفوا، ها هي ها هي. المهم كنتمنى هاد الفيديو نال اعجابكم، ما تبخلوش عليا باللايك، وخليوا لي التعليق على الفيديو، واللي مازال ما تابونايت ابونا فضلا وليس امرا، وخليكم تسناو فيديو جديد دائما. خليوا طاقتكم ايجابيه، وربي يرفع لنا هاد البلاء ان شاء الله. اخواني مع السلامه، في امان الله.